بسم الله الرحمن الرحيم آه، بہت لكم آه، بداية أنا أشكركم مهنئ المملكة وقيادتها وشعبها تربطنا بالمملكة علاقة قوية بين الحكومة والشعب جميع أبناء الجالية الباكستانية يباركون المملكة عيدها الوطني الواحد والتسعين المملكة بعد 91 عام في تقدم ملحوظ جميع المسلمون يزورون المملكة لوجود الحرمين الشريفين والجميع يحب السعودية الحكومة والشعب في محبة واهتمام بالغين بالزوار وهناك متابعه بالغه من الملك سلمان وولي العهد الامير محمد بن سلمان في معالجه اضرار كورونا ولم يفرقوا بين مواطن ومقيم بالاهتمام والرعايه فلهم مني كل الشكر والاحترام والتقدير